بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في موضوع الصمامات الهيدروليكية الغير رجعية أحادية الاتجاه. سأتحدث عن ثلاث مواضيع أساسية، وهي عن طريقة التركيب والمواصفات ونظام الترقيم. إذا Hydraulic Check Valve Mounting Specification and Designation System. بالنسبة لعملية التركيب، المقصود بعملية التركيب كيف يتم توصيل صمام عدم الرجوع مع الصمامات الأخرى. أما بالنسبة للمواصفات، سأتحدث عن مجموعة من المواصفات، على سبيل المثال كم أعلى ضغط يتحمله صمام عدم الرجوع Pmax، أيضا كم أقصى تدفق يسمح الصمام بمروره. سأتحدث عن الضغط، ما يسمى بالكراك بريشر، وهو الضغط الذي يفتح عنده الصمام. سأتحدث عن السايز، وهي المقاسات الخاصة بالفتحات الموجودة على صمام عدم الرجوع إلى آخره. بالنسبة لنظام الترقيم، سأتحدث كيف يتم توصيف الصمامات أحادية الاتجاه بالرموز والأحرف. على سبيل المثال، كما نرى في هذه الصورة، لاحظ هذا الصمام CIT03، الصمام الأيمن CRT03، أسفل هنا CRG03 إلى آخره. بالنسبة لتصميم صمام الغلق، بالنسبة لوضعية فتحة الدخول وفتحة الخروج، هذا الصمام الموجود في الأعلى يسمى Inline Check Valve، بمعنى صمام أحادي الاتجاه في مستوى واحد أو بشكل خطي، بمعنى فتحة الدخول وفتحة الخروج موجودة في مستوى واحد. طبعا تحدثت في العرض السابق عن طريقة أو مبدأ عمل هذه الصمامات بشكل تفصيلي. بالنسبة لهذا الصمام، طبعا لاحظ هنا اتجاه التدفق في هذا الاتجاه مسموح، بينما التدفق في الاتجاه المعاكس ممنوع. لاحظ على اليمين هنا مجموعة من المواصفات الخاصة بأحد هذه الصمامات، على سبيل المثال 5000 PSI، بمعنى هذا أعلى ضغط يتحمله هذا الصمام. طبعا هذه الوحدة هي وحدة في النظام البريطاني، الوحدة في النظام المتري تكافئ 345 بار. طبعا ذكرنا أن كل واحد بار يكافئ أو يعادل 14.5 PSI. إذا يمكن استخدام هذه العلاقة للتحويل بين وحدة البار والبي اس اي. إذا يتحمل 345 بار. بالنسبة لأقصى تدفق يمكن لهذا الصمام أن يمرره 15 جالون بير مينت، يعني 15 جالون في الدقيقة. طبعا هذه وحدة في النظام البريطاني، ما يكفئها في النظام المتري هي 57 لتر لكل دقيقة. طبعا لاحظ الرسم الخاص أو التمثيل لهذا الصمام، يمكن من خلاله معرفة أين يكون المسار الحر في هذا الصمام. طبعا هذا الصمام المسار الحر يكون في هذا الاتجاه. إذا هذا المسار هو المسار الذي يسمح فيه الصمام للسائل بالعبور. إذا كان السائل يتحرك بهذا الاتجاه، الصمام يغلق في وجه السائل. النوع الآخر من صمامات عدم الرجوع بالنسبة للتصميم، في بعض الأحيان يكون تصميم صمام الغلق بشكل زاوي، بمعنى فتحة الدخول وفتحة الخروج تكون بينهما زاوية قائمة كما هو موجود في الشكل السفلي. بنفس الطريقة لاحظ هنا التدفق بهذا الاتجاه مسموح. طبعا التدفق في هذا الاتجاه يدفع هذا البوبيت أو هذا القفاز للخلف، ينضغط الزنبرك الخلفي فيبتعد القفاز عن السيت، عن الكرسي أو المقر، فيفتح الصمام ويتدفق السائل بهذا الاتجاه. لو كان التدفق موجود في الاتجاه المعاكس، طبعا
الصمام يغلق ولا يفتح. لاحظ هناك أيضا اختلاف ذكرته في العرض السابق بالنسبة لعنصر الإغلاق Closing Element في الشكل العلوي. عنصر الإغلاق هو عبارة عن شكل كروي، بينما عنصر الإغلاق في الشكل السفلي هو عبارة عن بوبيت أو قفاز. طبعا يستخدم البوبيت أو القفاز في التطبيقات الهيدروكية التي يكون فيها الضغط مرتفع نوعا ما، أما بالنسبة للصمام بالكرة فيستخدم عادة للضغوطات المنخفضة كما هي موجودة في أنظمة النيوماتيك أو الهواء المضغوط. في الشكل على اليمين هنا أحد منتجات شركة يوكن، لاحظ Right Angle Check Valve بمعنى صمام عدم رجوع بشكل زاوية قائمة. طبعا لاحظ هنا بالنسبة لعملية الترميز CRT سأتحدث عن هذه الأحرف وما معناها. لاحظ بالنسبة لطريقة تركيب الصمامات، واحدة من أبسط الطرق هي طريقة تركيب الصمامات بشكل خطي كما هو موجود في هذا الشكل. لاحظ هذه وحدة هيدروليك Hydraulic Power Unit أو Hydraulic Power Pack، وهي مسؤولة عن تزويد النظام الهيدروليكي بالطاقة الهيدروليكية. لاحظ هنا على مخرج المضخة مباشرة، طبعا هذه هي المضخة، على مخرج المضخة مباشرة راكب هنا صمام عدم رجوع خطي بمعنى Inline Check Valve. طبعا الغرض من وجود هذا الصمام مباشرة على مخرج المضخة هو السماح بالتدفق الخارج من المضخة بالعبور والذهاب إلى النظام الهيدروليكي، بينما يمنع هذا الصمام أي ارتداد للسائل الهيدروليكي باتجاه المضخة حتى لا تتلف المضخة. إذا هذه طريقة تركيب الصمام بشكل خطي. لاحظ في بعض أنواع صمامات عدم أو صمامات أحادية الاتجاه تركب بشكل تجميعي كما نرى في هذا الشكل على اليمين. لاحظ هنا مجموعة من الصمامات الهيدروليكية والتي تسمى Modular Valve. هذه الصمامات تركب مع بعضها البعض بشكل مجمع ويكون في أعلاها هو صمام التحكم التوجيهي. لاحظ هذا الصمام المشار إليه بالسهم هو Modular Check Valve بمعنى صمام أحادي الاتجاه يركب بشكل تجميعي. في الصورة الموجودة على اليسار لاحظ هنا هذا الرمز هنا هو رمز صمام أحادي الاتجاه أو Check Valve راكب على خط البي. إذن الطريقة الأخرى لتركيب صمام عدم الرجوع أو Check Valve هو تركيبه كموديولار فالف في صمامات مجمعة معا. طريقة أخرى لتركيب صمام Check Valve، يمكن أن يركب صمام Check Valve على قاعدة بمعنى تكون الفتحتان فتحة الدخول وفتحة الخروج موجودة في القاعدة. طبعا لاحظ حتى نمنع عملية التسرب يتم وضع O-Ring Seal بمعنى مانع تسرب على هذه الفتحة التي تم عمل لها تخويش، وفي بعض الأحيان يمكن أيضا وضع Gasket أو مانع تسرب على كامل السطح. بالنسبة لهذا الرمز ذكرنا هذا الرمز عندما ترسم عندما يمثل الزنبرك في الرسم، فهذا معنى أن هذا الصمام هو Spring Loaded Check Valve. طبعا لاحظ من A إلى B هنا المسار متاح، بينما المسار من B إلى A طبعا الصمام يغلق. إذا هذه إحدى أنواع صمامات Check Valve التي تركب على قاعدة. بالنسبة لطريقة تشغيل الصمام بمعنى المبدأ الذي يعمل عليه، الصمام الموجود في الأعلى هو صمام يسمى صمام إغلاق أو Check Valve مباشر التشغيل Direct Acting. طبعا الدايركت Acting يعمل ببساطة، يسمح للسائل بالمرور في اتجاه ويمنع مروره في الاتجاه المعاكس دائما وأبدا. طبعا لاحظ الصمام المباشر التشغيل قد يكون صمام
على شكل زاوية أو صمام إنلاين بمعنى شكل خطي. النوع الآخر من الصمامات والتي سأتحدث عنها بشيء من التفصيل في عروض قادمة إن شاء الله هو صمام الغلق مرشد التشغيل أو ما يسمى بالـ Pilot Operated Check Valve. لاحظ مبدأ عمل هذا الصمام هو نفس مبدأ عمل صمام الغلق المباشر، بمعنى يسمح للمرور للسائل بالمرور باتجاه، إذا هنا السائل مسموح له المرور بهذا الاتجاه، أما في الاتجاه المعاكس فممنوع على هذا السائل العبور من التشيك فال. إذا هنا لاحظ في هذه الفتحة الصغيرة هنا، إذا أتى سائل هيدروليكي بضغط وهذا الضغط كافي لدفع الزنبرك الموجود داخل هذا الصمام، بمعنى لو اندفع هذا الكباس للأعلى طبعا سيدفع القفاز، إذا سيفتح الصمام. وفي هذه الحالة عندما يفتح الصمام للأعلى يمكن للتدفق أن يسمح في الاتجاه المعاكس، إذا هذا يسمى Pilot Operated Check Valve. إذا هذه الاختلافات بين صمامات Check Valve بالنسبة لطريقة التشغيل، إذا هناك نوع مباشر التشغيل وهناك نوع مرشد التشغيل. بالنسبة للمواصفات ونظام ترقيم الصمامات، نبدأ بالصمام الغلق الخطي أو ما يسمى بالـ Inline Check Valve. طبعا لاحظ هنا موجود بعض الأحرف وأرقام على جسم هذا الصمام. طبعا لاحظ كلمة أو حرف C هو بداية كلمة أو حرف الموجودة في كلمة التشيك تشيك فالف. الآي هي اختصار، هي أول حرف من الإنلاين هو حرف الآي، والتي المقصود فيه أنه ثريدد، بمعنى هذا الصمام صمام عدم رجوع خطي، وبوابة الدخول وبوابة الخروج تكون مسننة. إذا يتم توصيل هذا الصمام من خلال فيتينجز. بالنسبة للزيرو ثري هذا مؤشر لقياس هذا الصمام، بمعنى كم مقدار فتحة الدخول التي هي نفس فتحة الخروج. إذا لاحظ هنا CIT هي اختصار من كلمة check valve inline threaded، والزيرو ثري هي القياس الخاص بهذا الصمام. على سبيل المثال لو كان لدينا رمز لأحد هذه الصمامات CIT 03-05-10، فما معنى هذا الكلام؟ لاحظ كلمة CI كما ذكرت هي تصنيف لهذا الصمام، إذا نقول هذا الصمام هو Inline Check Valve. بالنسبة لحرف T بمعنى Thread Mounting، يعني يتم توصيل هذا الصمام مع الصمامات الأخرى من خلال عملية تسنين وتوصيلات. بالنسبة لل03 هي Nominal Size بمعنى قياس أو فتحة هذا الصمام. على سبيل المثال يمكن أن يكون 02, 03, 04, 06, 08, 12, 16 إلى آخره. لاحظ هناك بعض المواصفات الأخرى بدل 02 تعطى رمز NG6 NG10 إلى آخره. بالنسبة لل02 تكون الفتحة هي ربع إنش. بالنسبة لل03 تكون 3/8 من الإنش. بالنسبة لـ 04 تكون نصف إنش إلى آخره. إذا لاحظ هنا كلما زاد هذا الرقم يزداد معه القطر الخاص بفتحة دخول وخروج السائل الهيدروليكي من هذا الصمام. بالنسبة لـ 05 بعد الـ 03 تسمى لـ Cracking Pressure. Cracking Pressure هي ببساطة ضغط السائل الهيدروليكي الذي يجعل الصمام يفتح، بمعنى آخر يجعل الزمبرك الموجود داخل الصمام ينضغط. طبعا لاحظ إذا كان 05 فمعنى هذا أن الضغط
الذي يجعل هذا الصمام يفتح هو تقريبا 35% من البار، بمعنى تقريبا ثلث البار. إذا كان الرقم 50 فالضغط يكون مقداره 3.5 الضغط الجوي، بمعنى لو كان لدينا صمام والضغط الكراكينج بريشر أو نسميه ضغط الخلخلة مسجل عليه رقم 50، إذا كان الضغط أقل من 3.5 بار طبعا لا يمكن أن يفتح هذا الصمام بأي حال من الأحوال، حتى يفتح يجب أن يكون الضغط على الأقل 3.5 بار. بالنسبة للرقم الأخير هو ليس مهم، هو الكود الخاص بالتصميم. لاحظ بشكل عام بالنسبة للقياسات الشائعة بالنسبة لهذا الصمام CIT02 CIT03 CIT06 CIT10، لاحظ على سبيل المثال بالنسبة ل CIT02 طبعا يكون هذا الصمام صغير جدا، هنا مقدار التدفق الذي يسمح هذا الصمام بعبوره طبعا 16، هنا المقصود بها 16 لتر لكل دقيقة، طبعا ما يعادلها بالجالون الأمريكي 4.23% جالون لكل دقيقة. طبعا ذكرت حتى نحول بين اللتر لكل دقيقة والجالون لكل دقيقة، طبعا الواحد جالون تقريبا تساوي 3.18 اللتر. إذا يمكن استخدام هذه العلاقة للتحويل بين الجالون لكل دقيقة واللتر لكل دقيقة. بالنسبة للكراكينج بريشر أو نسميها ضغط الخلخلة بوحدة الميجا باسكال أو الـ PSI، قد يكون الضغط بوحدة الميجا باسكال 4% أو 35% أو 5%. طبعا 4% ميجا باسكال معناها 4 البار، و4 البار هي 6، و6 هنا هي PSI. إذا لاحظ هذه الوحدة هنا داخل الأقواس هي الوحدة بالنظام البريطاني بوحدة الـ PSI، بينما هذه الوحدة هنا هي الوحدة بالنظام المتري وحدة الميجا باسكال. بالنسبة للعمود الأخير هنا الـ Approximate Mass، بمعنى وزن الوزن التقريبي لهذا الصمام، لاحظ وزن هذا الصمام CIT02 1/10 من الكيلوغرام، بمعنى 100 جرام. طبعا ما هو موجود داخل القوسين هو الوحدة في النظام البريطاني بوحدة الباوند. لاحظ إذا أخذنا النوع الآخر CIT03، طبعا بما أن 03 هنا المقصود فيها هي قياس الفتحة، وذكرت أنه كلما زاد كلما يزداد هذا الرقم تزداد الفتحة، إذا مقدار التدفق يزداد، إذا يسمح هذا الصمام بمرور 30 جالون في الدقيقة أو 7.93 جالون، عفوا 30 لتر لكل دقيقة، ما يكافئ 7.93 جالون أمريكي لكل دقيقة. بالنسبة لوزن هذا الصمام تقريبا 13 الكيلوغرام أو ما يعادل 66% من الباوند. CIT06 لاحظ 85 لتر لكل دقيقة، CIT10 230 لتر لكل دقيقة. إذا هذه هي المواصفات الخاصة بالتشيك فالف الذي يركب بشكل خطي والذي يسمى إن لاين تشيك فالف. النوع الآخر من التصاميم الأخرى للتشيك فالف هو صمام CRT، وصمام CRT طبعا السي هنا هي أول حرف في كلمة تشيك فالف، الآر هنا هو أول حرف من كلمة رايت أنجل بمعنى زاوية قائمة، والتي هنا هي الحرف الأول من كلمة ثريدد بمعنى مسنن، بمعنى هذا الصمام هو صمام أحادي الاتجاه، تكون الزاوية بين فتحة الدخول والخروج هي زاوية قائمة. بالنسبة لفتحة الدخول وفتحة الخروج تكون مسننة، بمعنى يتم توصيلها بالصمامات الأخرى بواسطة الفيتينج أو بواسطة الأنابيب.
بالنسبة لـ 03 هنا يمثل القياس أو مقدار فتحة الدخول وفتحة الخروج. على سبيل المثال لو كان لدينا صمام من هذه الصمامات رمزه CRT030510، طبعا لاحظ هنا أهم شيء بالنسبة لهذه هذا النظام في الترقيم هو أول ثلاث أعمدة. السي آر هو نوع هذا الصمام، طبعا سي آر معناها رايت أنجل تشيك فالف، بمعنى صمام أحادي الاتجاه بشكل زاوية قائمة. بالنسبة لتي، تي هنا تمثل طريقة توصيل أو تركيب هذا الصمام مع الصمامات الأخرى أو ما يسمى بالماونتينج تايب. طبعا هنا يتم التوصيل من خلال عملية ثريدينج أو عملية تسنين. بالنسبة للزيرو ثري طبعا هي النومينال سايز أو القياس الاسمي. على سبيل المثال زيرو ثري معناها 3/8 الإنش، زيرو فور هي نصف إنش، زيرو سكس هي 3/4، زيرو ايت هي 1 إنش، 12 معناها 1.5 الإنش، 16 معناها 2 إنش. لاحظ هناك قاعدة يمكن استنتاجها، بالنسبة لل 03 كان القياس 3/8، بالنسبة لل 04 كان القياس 1/2. إذا نقسم أي رقم على 8. إذا لاحظ لو كان 04، لاحظ 4 على 8 هي نصف. بالنسبة للكراكينج بريشر، لاحظ إذا كان الكود الخاص بالكراكينج بريشر أو ضغط التشغيل هو 5%، فمعنى 5% أن الضغط اللازم لفتح هذا الصمام، بمعنى حتى يضغط الزنبرك الموجود داخل الصمام، هو ضغط بمقدار 35% من البار. إذا كان الكود تبع للصمام أحادي الاتجاه رقم 50 على سبيل المثال، فمعنى هذا الكلام أن هذا الصمام يتطلب ضغط نوعا ما مرتفع ويساوي تقريبا 3.5 بار. بالنسبة للرقم الأخير هو رقم التصميم. لاحظ بالنسبة لباقي المواصفات الخاصة لهذا النوع من الصمامات، لاحظ الموديل نمبر، طبعا تايب اوف كونكشن لطريقة التوصيل، طبعا ثريدد كونكشن بمعنى يتم توصيله من خلال عمليات تسنين، موديل نمبرز ارقام الموديلات. يوجد لدينا سي ار تي 03، سي ار تي 06، سي ار تي 10 الى اخره. على سبيل المثال سي ار تي 03 بالنسبة لمقدار التدفق الذي يسمح بعبوره يكون مقداره 40 لتر لكل دقيقة، وهو يكافئ 10.6 الجالون الأمريكي لكل دقيقة. بالنسبة للماكسيمم اوبريتنج بريشر بمعنى أعلى ضغط تشغيلي يمكن أن يتحمله هذا الصمام بدون أي تلف هو 25 ميجا باسكال. إذا لاحظوا هنا 25 المقصود 25 ميجا باسكال، وتكافئ 3630 بي اس اي. بالنسبة لـ CRT03 بالنسبة للكراكينج بريشر، لاحظ الكراكينج بريشر هي 4% ميجا باسكال وتكافئ 6 بي اس اي، تقريبا أقل من نصف بار. بالنسبة لوزن هذا الصمام، وزنه 19 كيلو جرام، وهو يكافئ 2 باونز. بالنسبة للنوع الثاني CRT06 لاحظ مقدار التدفق يزداد، ولكن نفس مقدار تحمل أعلى ضغط، ولكن هنا بالنسبة للكراكينج بريشر هنا 35% ميجا باسكال ما يكافئ 50 بي اس اي، بمعنى تقريبا أقل من 3 بار. بالنسبة للوزن يزداد الوزن مع زيادة الأرقام. بالنسبة لسي ار تي 10 لاحظ مقدار التدفق 250 لتر لكل دقيقة، بمعنى 66 جالون أمريكي لكل دقيقة، نفس الضغط الذي يتحمله. بالنسبة للكراكينج بريشر لاحظ
نصف ميجا باسكال بمعنى يكافئ 70 بي اس اي، بمعنى تقريبا 5 بار يلزم هذا الصمام حتى يفتح. بالنسبة للوزن 5.6 كيلوغرام تكافئ 12.3 الباوندز. إذا هذه هي مواصفات ونظام ترقيم صمام التشيك فالف الذي يكون بشكل زاوي ومسنن. بالنسبة للنوع الآخر وهو صمام التشيك فالف الذي يكون بشكل زاوي وبشكل قاعدة CRG03 على سبيل المثال، أحد هذه الصمامات، لاحظ السي هي تشيك فالف صمام عدم رجوع، R بمعنى رايت أنجل زاوية قائمة، G هنا معناها سب بليت ماونتينج يعني يتم تركيب هذا الصمام على قاعدة. حرف الجي هنا في الأساس هو أول حرف من كلمة جاسكت بمعنى مانع تسرب. طبعا يستخدم مانع تسرب هنا بين هذا الصمام والقاعدة التي يركب عليها حتى يمنع التسريب أو الليكج للسائل الهيدروليكي. بالنسبة للزيرو ثري دائما وأبدا هي تمثل السايز. إذا لو كان لدينا صمام برمز CRG0350 فمعنى هذا الرمز CR معناها تصنيف أو نوع هذا الصمام، CR معناها Right Angle Check Valve يعني صمام عدم رجوع بشكل زاوي. بالنسبة للجي هنا طبعا هذه تمثل ما هي يبين ما هي طريقة توصيل هذا الصمام بالصمامات الأخرى. طبعا طريقة التوصيل هي سب بليت ماونتينج بمعنى توصيل عن طريق قاعدة. بالنسبة للزيرو ثري هي السايز أو النومينال سايز هي قياس فتحات هذا الصمام بنفس الطريقة. لو كان زيرو ثري معناها 3/8، لاحظ نقسم الرقم على 8. لو كان زيرو سكس معناها 3/4، طبعا زيرو سكس 6/8 تساوي 3/4. لو كان 10 طبعا 10 × 8 هي إنش وربع. بالنسبة للرقم الأخير لاحظ الرقم الأخير هو مقدار الكراكينج بريشر بمعنى كم أقل ضغط يجب أن يعبر السائل الهيدروليكي هذا الصمام حتى يفتح هذا الصمام يسمى بالكراكينج بريشر. إذا كان 0.4 معناها 14 البار، طبعا ضغط قليل. لو كان الرقم بالأخير 35 معناها 3.5 بار، لو كان 50 معناها 5 بار. لاحظ بمعنى الأرقام هنا نقسم هذا الرقم على 10 فنحصل على الكراكينج بريشر بوحدة البار. بالنسبة لباقي المواصفات على سبيل المثال CRG03 CRG06 CRG010، بالنسبة لـ CRG03 وهو الموجود في الأعلى لاحظ مقدار التدفق الأقصى الذي يسمح بمروره هو 40 لتر لكل دقيقة ما يكافئ 10.6 الجالون الأمريكي في الدقيقة. بالنسبة للماكسيمم أوبريتنج بريشر بمعنى أعلى ضغط تشغيلي يمكن أن يتحمله هذا الصمام هو 25 ميجا باسكال وهي تكافئ 3630 بي اس اي. بالنسبة لسي ار جي 03 بالنسبة للكراكينج بريشر هنا لاحظ 0.04 طبعا ميجا باسكال هنا تكافئ 6 بي اس اي بمعنى اقل من نص بار. بالنسبة لوزن هذا الصمام 1.7 الكيلوغرام يكافئ 3.7 الباوندز. النوع الثاني أو الموديل الثاني CRG06 لاحظ مقدار التدفق هنا يكون أكبر 125 لتر لكل دقيقة يكافئ 33 جالون أمريكي في الدقيقة، نفس مقدار تحمل الضغط التشغيلي 25 ميجا باسكال. بالنسبة للوزن 35 الكراكينج بريشر 35% ميجا باسكال أو ما يكافئ 50 بي اس اي بمعنى تقريبا 3 بار وبعض الشيء.
الوزن 2.19 كيلوغرام 6.4 باوند. CRG10 طبعا بما أن قياس هذا الصمام هو الأكبر بين هذه المجموعة، إذن يكون مقدار التدفق هو الأعلى ويكون بمعدل 250 لتر لكل دقيقة، وهو ما يكفي 66 جالون أمريكي في الدقيقة. طبعا كل هذه الصمامات تتحمل نفس مقدار الضغط التشغيلي الأقصى. بالنسبة لـ CRG10 الضغط الذي يفتح عنده الصمام أو الـ cracking pressure هو نصف ميجا باسكال أو ما يكافئ 70 PSI. بالنسبة للوزن وزنه 5 كيلو ونصف، وهو يعادل 12.1 بالعشرة من الباوندز. إذن هذه هي مواصفات ونظام الترقيم الخاص بصمام الغلق الزاوي الذي يركب على قاعدة. إذن هذا كل ما يتعلق بالنسبة لصمامات عدم الرجوع التشيك فالف. بالنسبة لطريقة توصيلها مع باقي الصمامات، وبالنسبة للتصميم، وبالنسبة لطريقة التشغيل، وبالنسبة لنظام الترقيم والأحرف الخاصة بهذا النظام. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.